منذ عينني جلالة الملك رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، شرعت في إجراء المشاورات الأولية وبعدها مشاورات أخرى مبيدة تشكيل هذه الحكومة، بل التعجيل بتشكيلها. وأود في البداية أن أعبر مرة أخرى عن اعتزازي بالتعيين الملكي، كما أود أيضا أن أوجه بهذه المناسبة تحية تقدير وإجلال للأستاذ عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب عدالة والتنمية على الجهود التي بذلها طيلة المرحلة الماضية، والتي بذل فيها جهد كبير. وأريد أن أستحضر هنا ما ذكره بلاغ الديوان الملكي من الإشادة برئاسته للحكومة طيلة السنوات الخمس الماضية، حيث وصفه بلاغ الديوان الملكي بأنه قاد الحكومة بكفاءة واقتدار ونكران ذات. كما أريد أن أوجه إليه التحية والشكر أيضا على الدعم الذي قدمه لي شخصيا وللوفد الذي يفاوض معي لإنجاح إخراج الحكومة الجديدة، كما أعتز بالدعم الذي قدمته لي هيئات الحزب، حزب عدالة والتنمية بدءا من المجلس الوطني وانتهاءا بالأمانة العامة للحزب. هو الدعم الذي مكننا من أن نسير بسرعة وأن نطوي المسافات للوصول إلى اللحظة التي وصلنا إليها اليوم. وخلال المشاورات التي فتحتها منذ يوم الثلاثاء الماضي، استقبلت فيها الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهي الأحزاب التي حرصت على أن تعبر عن آرائها، وأغلبها بل كلها مستعدة لدعم إخراج الحكومة بسرعة، وأيضا تنتظر هذا الإخراج أن يكون في الوقت المناسب. ومن خلال تلك المشاورات اتضح بأن هناك أجواء إيجابية عموما في الساحة السياسية مناسبة لولوج هذه المرحلة. ولا بد أن نستحضر هنا بطبيعة الحال أننا جميعا مؤطرون بطبيعة الحال، مؤطرون بالمقتضيات الدستورية، مؤطرون بمنهجية الديمقراطية. ونعتز بكون جلالة الملك حريص على إنزال هذه المقتضيات الدستورية وهذه المنهجية الديمقراطية في الواقع، ومؤطرون أيضا بالإرادة الشعبية في تدبير المشاورات بغية جمع أغلبية في مجلس النواب. وسنواصل انطلاقا من هذه المبادئ والأسس المؤطرة، سنواصل العمل بمقتضاها في المراحل التي ستتلو بعد هذه المحطة التي نقفها اليوم. وهذه المراحل هي أولا الاتفاق على هيكلة الحكومة الجديدة، ثانيا توزيع الحقائب الوزارية وتعيين الوزراء أو تحديد الوزراء الذين سيعينهم جلالة الملك في الأخير. وسنعمل على أن نكون في مستوى المرحلة مستحضرين ما ورد في خطاب الملكي بدكر من التأكيد على الحاجة لبناء حكومة من كفاءات مؤهلة تشتغل وفق أسبقيات واضحة وبرنامج دقيق وتستجيب لتطلعات الشعب المغربي وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتنخرط في تعزيز النموذج المغربي الذي نريده أن يكون دولة دوما متألقة.
انطلاقا من ذلك وبناء على نتائج المشاورات واللقاءات التي أجريناها، يسرني أن أخبركم أنه تقرر تكوين الأغلبية الحكومية من 6 أحزاب، هي حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي. وقد أمنا هذا القرار بالخصوص الإرادة الحازمة لتجاوز العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة في الشهور الماضية. سنعمل إن شاء الله سويا لإرساء حكومة قائمة على هيكلة فعالة وناجحة ومناسبة، وقد بدأنا النقاش في هذا الإطار اليوم وسنستمر في الأيام المقبلة، وأيضا إرساء حكومة تعكس الأولويات الكبرى التي تفرضها المرحلة، وفي مقدمتها إصلاح الإدارة الذي خصص له جلالة الملك خطاب افتتاح الدورة التشريعية وأيضا الماضية، وأيضا رفع تحدي جودة الخدمات التعليم والصحة والشغل ومقاومة الفساد وغيرها من العديد من الأوراش ذات الأهمية وذات الأولوية. وأيضا سنستحضر أهمية السياسة الإفريقية التي نهجتها بلادنا والتي تفرض توجهات مهمة مفيدة جدا للقارة الإفريقية ولبلدنا على مختلف المستويات سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وغيرها. وسنحرص بطبيعة الحال على الاستمرار في دعم وفي إتمام الإصلاحات التي بدأت في إطار الحكومة الماضية والتي رعاها أيضا جلالة الملك. أذكر منها بالخصوص من إصلاح منظومة العدالة وتنزيل رؤية 2030 بالنسبة للتربية، لإصلاح التربية والتكوين، نجاح ورش التنمية القروية ورش مهم جدا أيضا، تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالطاقة وغيرها من الأوراش ذات الأهمية وذات الأولوية. وسنتجه مباشرة ابتداء من غد إن شاء الله في تكوين اللجنة ستنكب على إعداد البرنامج الحكومي في موازاة مع إتمام ورش يعني ورش الهيكلة وإخراج الحكومة إلى حيز الوجود. أريد أن أؤكد مرة أخرى للجميع المواطنين وجميع المواطنات وجميع الفاعلين والمتتبعين أننا عازمون على الإسراع بإخراج حكومة وتكون إن شاء الله في مستوى التحديات. نريد أن نفتح باب أمل واسع جدا، وعازمون إن شاء الله على أن تكون حكومة إنجاز، حكومة إنتاج، حكومة فعل تصل نتائجه إلى المواطنات والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.